لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. حياكم الله على الميسور، وباسر ان شاء الله تاخذون واجبكم ونعزم الجماعه كلهم. ما يحتاج يا عم، عارفين قدر عندكم ولا جينا نختبركم. الله يكرمك الجنه يا عم ويغنيك. اي والله يا عم بيض الله وجهك ما قصرت، الله يجزاك الجنه. سب الله يحييكم. سامحوني عيالي، انا جا وقت نومي. البيت بيتكم، خذوا راحتكم. ابد يا عم، خذ راحتك، هذا بيتنا ومحلنا. اقول يا زقرت، ورا ما نروح الاستراحة نلعب سكة بلوت ونفلها. شو رايكم شباب؟ شو رايك ابو عزيز؟ يلا جو. انت خليك هنا ها؟ يلا مشينا. لعب سريع سريع ها؟ لا تقعد تناظر خويك. أكرمك الله يا عامر، والله احنا استنسنا. الله يحييكم واعذرونا على القصور. ما من قصور يا عامر. بيض الله وجهك، والله يسعدك، ما قصرت. ما الله يا عامر، ما الله. فمان الله، مع السلامة يا عيال. اسمع، الاشكال هذه لعد اشوفها طاب استراحتنا. سلامات، وش فيك انت؟ لا يا شيخ، ما شفت حركة ولد عمك يوم يغمز الخوية ويضحكون عليه ويطلع لسانه؟ سلامات، لا تصير نفسية، يمكن يغمزنا عشان البلوت. اي لا تسوقها علي، انا قافطة وقاسة يوم يغمز الخوية ويضحكون علي. العينات هذه لعد اشوفها طاب استراحتنا. اي لا تقول عينات علي يا عمي، بعدين مو انت اللي تقرر من اللي يجي الاستراحة. هدوا اللعب يا عيال. العن الشيطان يا جماعة. اعوذ بالله من ابليس، بس الجحلط لعد اشوفهم طابين استراحتنا. تعاقب وتخسى، ما الجحلط الا انت واشكالك يا ورع. شرها مو هو عليك، شرها علي، انا اللي جالس في الاستراحه هذه. اقول انقلح بس، انقلح اقول بس هناك. يلا وربي ما لك داعي تفصل على ياسر، ترى الحق معاه. على شحم انت، اطلع منها. ما انت صح يا عامر تغلط على الشباب علشان عيال عمك يا عنصري. لا ابوها من استراحه واللي يقعد فيها يا شيخ. اسمع، لا عد تضيفني للجروب، تفهم ولا ما تفهم يا ورع؟ هلا، انا عند الباب، اطلع لي. خير خير، وش حاسوا بناتك انت وياسر؟ هذا بزر وشايف نفسه ولا يقدر العيش والملح اللي بيننا. يا رجال الموضوع تاف، والشيطان دخل بينكم، واسه جاي نصلح. اي تاف يا حبيبي، ترضى احد يقول عن عيال عمك جحلط؟ خسوي عقب ما الجحلوط اللي هو قال انت ذا. قال انت ذا، هذا شايف نفسه، شايف انه هو فوق والناس تحت. حتى انت كان يقول ليش تدخل الاستراحه عشان ولد عمك؟ اسمع يا صالح، هذا ياسر اذا كلمته ولا دريت انك شفته في مكان، ترى لا انت ولد عمي ولا اعرفك، تفهم؟ انا شريك وبيع عن غيرك، انا ولد عمي على الغريب. كفو، ما بقى الله الورع ياسر، انا اوريك. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا. معك عبد الله والد ابو عبيد. حياك الله حبيبي. بلغ ربعك يحولون الدراهم حق تجار استراحه. ابشر ابشر، حيحولوها. اي ما هو ابشر ابشر، ترى ويدق عليكم ما تردون. لا لا حيردوا الجماعه، انا حبلغهم ان شاء الله. سلام وسلم. فجأة كذا وكأن الشيطان دخل بينهم، ياسر يقول ولد عمك غمز وجحلوطي، الثاني قال له جحلوطي انت واشكالك. كلمة منا وكلمة منا، بالأخير كل واحد طلع زعلان من الثاني. عدو الإنسان الشيطان،
وكوني كصديقهم المخلص لازم أصلح بينهم. ألو، إيوه ياسر، فينك؟ في السينما. في السينما؟ أنا قلبي عليك متقطع أنت وعامر. يخص عليك يا ياسر يخص، نسيت الماضي الجميل؟ نسيت لما تكون ما معك قطة نستر عليك وندفع لك، لما تكون في حزنك نسعدك، نسيت؟ المسلم لا يستسلم، لا تستسلم، لا تستسلم لتفكير الشيطان السلبي، وتعال الاستراحة وتصالح مع أخوك عامر. يا أخوي ماني بجاي. أنا قايل لك ما أبي أتصالح مع أحد خير شر، لا عاد تفتح لي هذا الموضوع. الله إنك رمة، والله إنك رمة يا شيخ. بشر، إيش قال لك؟ يا شيخ هذا غبي طلع، مخه سيء يا أخي، ما له إلا رجالة، ما له إلا عامر، كفو. شكله مشغول. إلا قفل في وجهك يا فقي. فين فين يا حبيبي؟ فين راح انت كمان؟ متسانم ما ابوه تقدير العيال عمومتي ينعافى قاعد ابوه. يبا صل على النبي حجيب لك كلاجة اللي تبغاه. ايه وين رايح؟ ما هو؟ وازيدكم من الشعر بيت. عبد الله وانا رايح الاستراحة، يبغى الايجار. والله مرة مو وقته. ما دام تدعوا كذا راح اخذ الرموز حقي اللي اشتريته ب10 ريال. يا كفتة انت الكبير، صل على النبي يا كفتة. ايه كل واحد ياخذ اغراضه، شيل وامشي وخر. اركش يا حبيبي. شكوش تم النظام كده، سيل وامشي. طبعا ايش جبت؟ والله اني قليل ادب، ما جبت ولا شيء معي. يلا ان شاء الله الزعله الجايه اجيب شيء معايا عشان اشيل وامشي. غير الزيت يا معلم. عامر ام عاد معاد ابوك يا الصدفه. هلا هلا والله. وين الناس؟ انت اللي وينك مختفي؟ لا مختفي ولا شيء يا حبيبي، انت اللي ما تنصات. الزبده لازم تجيني اليوم للاستراحه. والله ودي يا الخوي، لكن اليوم مرتبط مع الوالد. ها يا مرتبط، عطنا من وقتك شوي، ترى بيننا سوالف وشيء كبير، متوسط، ثانوي، حاره. الله يا الذكريات، تذكر يوم انك تتسطر وافزع معك بالطليعه. شو اسمه ذاك اللي طاقيت معه يا ابن الحلال؟ محمد عبد الله، ما ادري محمد. الزبده معك احد من العيال في الاستراحه اللي درسوا معنا؟ لا لا ترى كلهم ما تعرفهم، اخوي عمل وكذا بس، وقسم بالله تستانس. جوهم على جوك. خلاص ابشر، ابى اخلص مشاويري مع الوالد وبجيك، بس بشهر عامر بدون رسميات وكلافه. رسميات وكلافه معك انت؟ لا يا ابن الحلال، بساط احمدي وخذ راحتك، وبرسل لك اللوكيشن متى ما زان جوك. تعال يا حبيبي. ابشر ابشر. اوكي اوكي، لا تقاطع. الله الله، اليوم جالسه في البيت، محتاج اقعد مع نفسي وافكر في الحياه. مليت من الاستراحه من اصحابي. سبحان الله، سبحان اللي هداك، وان شاء الله وصلت بتفكيرك لشيء يعني ينفع. ادور على هذا الصفر اللي يقولون انه التجار، كل ما سالت واحد قال بديته من الصفر. على الاقل تدور الصفر افضل ما انك ما تدور ولا حاجه. عندي مشروع، ايش رايك تساعدني فيه يا ابويا؟ ابشر بي. بعاقل يا مسي، عطني جوالك. ايش تبي فيه؟ تبي اشحن لك رصيد؟ اسف. اقول بلا بربره، عطني جوالك افتح سنابك. وش قطع الخصوصيات ذا؟ اوه خصوصيات، والله كبرنا يا ورع. افتح جوالك عطني السناب، ابيك تضيف هذا الحساب. شوف يا ليل، شغل الدعم ذا مو بعندي. اصبر يلا ضفها. امزك. حط اصحابك بالغربة، اصحابك لو بتغرب الغن، ولو دولابك مرة سوي فيها دراما الورع. اوف شكربت على خويك. مو بشغلك تفهم. ها جبتوا لك كل اغراضك، ام بطاطس وام ثوم وام كاتشب وام حمر. قروش قروش قروش، بس انت شد حيلك وانا ابوك. توكلنا على الله يا ابويا. بسم الله. بطاطس بطاطس. بطو راسك بطو راسك، قطع وبعدين
قول البطاطس. ياوا. سونا. ياش بابا. اعطيني جوالك شوي. انا ابدا شاهن. انا بشحلك بس اعطيني اياه. طيب. والله بالعيال عاد حداك الاستراحه البطله ابوك الروقان والفخامه شوفوا هذه الاستراحات مو بهذيك ما تعوق معنا يروحون اخويا يجي بدالهم الف هلا والله بالعيال سلام هلا 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 سلام هلا بك هلا والله ترى عارف العب شطر الخريطه عادي معليش امسح وجهي استريح يلا حيه هلا والله بعامر نورت الله يسلمك هذا صديقي عامر صديق قديم من ايام الابتدائي وكذا اوكي 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 خلنا نركز ما قلت لي وش تشرب اي شيء ابد اللي تبيه موجود بلاك كوفي لاتيه كابتشينو انجز للكوفي كورنر وضبط قهوتك يا وحش هيلب يور سيلف ما في شاي تلقيه ما سوقين سطحات عندك احنا خلاص خلاص كابتشينو كابتشينو هب يور سيلف خذ راحتك ها هلا والله بالعيال اتحداك الاستراحات البطله شوفوا شلون كابتشينو وكافي ولاتيه وهب يور سيلف وهنا العيال شوفوا ها طقونا شطرنج الشطرنج للأذكياء أوكي وهنا الروقان التمساح هلا والله أقول احذف احذف السناب بسرعة شوف يا محتوى يا المؤثر استغفر الله العظيم يا غدا تعب جوه يغبن جرب 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 بطاطس بالكفاتي بطاطس بالكفاتي جرب جرب طيب البطاطس فرش ولا مفرفن وهذه الاكياس ما هو هذه اكياس اسمنت ولا بطاطس هذه بطاطس طازه عطنا واحد بطاطس ويحط لي كاتشب هيا حط الخمسه هنا يلا يلا اللي بعده اللي بعده ما شاء الله تبارك الله كفته بالله ابي بطاطس من يدك الحلوه لي بس البطاطس حقي ابي خاص بالله ابي من برا طري ومن جوا مقرمش وابي نص استوى لا هو بغرقان زيت ولا هو بناشف شيء بسيط ابيك تسويه اشتري اطراف ابيها محروقه خليفه سجلنا الطرف حقك رجعنا بكره هيا روح اللي بعده حطه هنا عندك كيف حالك يا عامر؟ الحمد لله بخير حساب سوسو ياسر؟ لا حساب الحالي لا تحاسبني مع الأشكال ذي حساب 57 ريال ألو هلا والله كيف الحال؟ ها موجودين بالاستراحة؟ قل قسم أبوك يا الفلة إيه أنا بالبقالة الحين جايب الدجاج نبي نشوي ونفلها بالاستراحة أتحداك ريان موجود أبشر أبشر بضبط لكم مضغوط ما قد أكلتم مثله أبشر بعزك النشبة ذا يبيك أقول صديق مش السرة مش السرة بلا فقش بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. ايش ذا؟ كبسة؟ لا شكشوكة. ما تشوف الدجاج؟ اي بس ترى ما تعودنا هنا في الاستراحة كشنة وريحة وبصل. يا عمري ما تعودتوا ها؟ معليش نعودكم شوي شوي، تجيك أحلى كبسة يا ولد. عساك على القوة إن شاء الله، بس يعني مطول أنت في الموضوع هذا و... لا 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 لا، نص ساعة بالكثير 45 دقيقة، الحين أكتمه بالكاتم. رح رح خلاص. أنت كتمتنا حنا، ما كتمت الكاتم. والله؟ إي والله. ما عليك، أنتم يبي لكم بخور وحركات وكذا. لا تكثر بصل. أبشر أبشر. من القصة كذي عرفت إنه ما عندك سالفة. اليوم احلى عشوه مع العيال، يستاهلون حبايب قلبي والله. شوفوا الاكل الزين، وبعد الاكل هذا ان شاء الله احلى فره في تركي الاول. تستاهلون حبايبي، تفضلوا تفضلوا. يلا شكرا صديق، شكرا. شيل شيل شيل. يلا 10 ريال كويس ها. يلا خلاص، يلا مع السلامه. 10 كويس خلاص. يلا مع السلامه. يلا يلا مع السلامه، باي باي. يا معلم الاكل هذا كله سفري. تعتبر التماسيح من أشرس الحيوانات الزاحفة على ظهر الكوكب، وتمتلك دير بد دير بد دير بد دير بد. أحلى كبسة لعيونكم عيال، حبوا دهن. تعالوا. وين جايب قد البغط معك؟ طالع كشتة ده. حبوا دهن يعني أصلاً والله العظيم. أخويك جاء. تبعني معلش عادي، بعدين نشوف العيال ترى مو براي الرز ومضاغيط والجو ذا. تعشي لحالك بالعافية وامسحها في وجهي. ترى علشانك بس. خلاص عامر رح تعش، رح تعش بالعافية. عادي عندكم تعشى لحالي؟ اي عادي، هل بيرسل؟ اي هذا نظامكم. هذا نظامنا. مفترس ما شاء الله. مساء الخير يا جماعة، أبشركم إني فتحت بسطة بطاطس في الحديقة والأمور تمام، عرفتوا ها؟ وأتمنى منكم إنكم تدعموني وتشاركوني في فرحتي. يجي بالأدب، إيش الحركات الحلوة دي يا كفتة والكفاتي؟ شكل الشغل حامي معك، أديني صحن. هات فلوس والعمل والصحبة صحبة. ما شاء الله يا كفتة، ما شاء الله على المشروع الجميل هذا. عطني صحنين، واحد لي واحد له على حسابي. الله الله ياسر، اشتقنا لك. تعرف وش ناقص الجلسة دي؟ يجي عامر وتحلو. أنا عامر. هلا كفتة، أنا حبيت أبارك لك وشارك فرحتك، بس سولي صحن سفري وجبه هنا لي بالسيارة باخذه. أبشر يا عامر. يهو يا عيال، هذا ايش عنده هنا؟ يعني غبنا كم يوم ورحنا وجينا، ألاقيك ماخذ المكان وتبسط فيه؟ أنتم مين؟ احنا حاجزين هالمكان لأن أسفين نبسط فيه ونترزق الله. سافرنا كم يوم لقيناك متكي البجيح. أهدى من كذا، أرض الله واسع وحي مكان. أقول بس لا يكثر، يلا شيل عفشك وضف وجهك من هنا. والله بتحرك من هنا ورا سيف طويل، روحوا شوفوا لكم مكان ثاني. والله لا مشيك طرق وانت ما تشوف الدرب، امشي يا ابن الحلال. اقول لا تدف وقت الحلال. يا واد قوم يا واد. عامر ابقوا يا عيال.
بالعكس هدوا يا شباب.